السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة النشرة الطبية في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن حبوب سوماغرين لعلاج الصداع النصفي وعلاج الشقيقة، تابعوا معانا. في البداية ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو أو استفدت منه بمعلومة ما تنساش تدعمنا بعمل لايك وشير للفيديو. ما هي دواعي استخدام سوماغرين؟ يستخدم العلاج في علاج الصداع النصفي الحاد مع أو بدون هالة، علاج حالات الصداع العنقودي. ما هي موانع استخدام سوماغرين؟ يمنع استخدام الدواء دون استشارة الطبيب المختص في الحالات الآتية: المرضى الذين أظهروا فرط الحساسية للعلاج أو لأي مكون آخر من مكوناته، المرضى الذين يعانون من أمراض القلب الإفقارية، أمراض الشرايين، ذبحة صدرية، أي إعاقة لحركة الدم في الجسم، ارتفاع شديد في ضغط الدم للمرضى المصابين باعتلال شديد في الكبد. في حالة تناول المريض أي علاج آخر من علاجات الشقيقة خلال 24 ساعة الماضية، يمنع استخدامه بالتزامن مع أو في غضون أسبوعين من تناول أي من مثبطات أكسيداز أحادي الأمين. الأعراض الجانبية لسوماغرين: من الأعراض العلاج الجانبية الشعور بتعب أو وهن أو دوار، صداع، غثيان أو عسر هضم، ألم في البطن، الشعور بضيق أو ألم في الصدر، ألم في العضلات، ألم وتصلب في الركبة. لا ينصح باستخدام العلاج في كبار السن أكبر من 65 سنة بسبب حساسيتهم الزائدة للأعراض الجانبية التي قد يسببها العلاج. لم تثبت فعالية أو سلامة استخدام العلاج في الأطفال الأقل من 18 عام. ما هي احتياطات استخدام سوماغرين؟ يستخدم بحذر تحت إشراف الطبيب في الحالات الآتية: فئة السلامة أثناء الحمل سي، لا توجد حاليا دراسات كافية لتأكيد سلامة استخدام العلاج على الجنين. يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول العلاج في حالة وجود حمل، كما ينصح بتجنب حدوث حمل أثناء فترة العلاج. الرضاعة: يفرز العلاج في حليب الأم المرضع، لا ينصح برضاع الطفل إلا بعد 12 ساعة على الأقل من موعد جرعة العلاج. في حال كان المريض يعاني من مرض أو اعتلال في الكبد، القلب أو الشرايين، صرع أو اضطرابات اختلاجية، فيجب إخبار الطبيب المعالج بذلك قبل البدء بتناول العلاج، فقد تحتاج بعض الحالات جرعات معدلة. في حال احتاج المريض لأخذ جرعتين من العلاج، فيجب الانتظار لمدة ساعة على الأقل بين الجرعتين، ولا يجوز أكثر من جرعتين في اليوم 24 ساعة. ما هو سعر الدواء في الأسواق المصرية؟ يتوفر الدواء في جميع الصيدليات المصرية بحوالي سعر 40 جنيه مصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.